لا تفرط في امرأة كتبت لك وبكت غيابك ليلة، وظنت في لحظة حزن أنك دنياها المؤجلة، وصدقت في لحظات السعادة كذبة الحزن وانتظرتك. كن بجانبها وإياك أن تكسر قلبها، لأنه لا يلتئم قلب امرأة انكسر ولو تظاهرت بالتناسي. لن يعود بمقدورك استعادة ابتسامتها السرية ودعائها منتصف الليل. ستتجاهل وجودك، ولا شيء أقسى من أن تتجاهلك امرأة فتحت قلبها وكتبت لك عن سرها، ثم فجأة صمتت وتجاهلت اتصالاتك ورسائلك وأسئلتك.